احبائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المفضل اسرتي للافضل في برنامجنا بنتناول حلقات عن الاسره وقواعد الاسس الزوجيه كما رسمها الله في كلمته في الحلقات اللي فاتت شفنا كتير عن ادوار الزوج وادوار الزوجه وكمان بنتناول بعض السلبيات او التحديات اللي بتواجهها الاسره معانا في حلقتنا ضيف الحلقه دكتور فريد زكي اهلا بيك يا دكتور فريد اهلا بيك اخر حلقه اتكلمنا فيها عن الخيانه الزوجيه ودي كانت حلقه حساسه وساخنه لان عرفنا فيها بعض اسباب الخيانه الزوجيه من ناحيه الزوج فاحنا عاوزين نراجعهم مره تانية مع بعض علشان نتذكرهم ونذكر بيها مشاهدينا الكرام انا فاكره ان اول سبب من الاسباب هو كسر للعهد الالهي نعم وثاني سبب كان الشهوه وثالث سبب كان الجهل ورابع سبب كان تصديقات لاكاذيب العدو بيرسخها في ذهن الزوج ان هو اخذ مقلب او اتزوج رغم عنه او لاي سبب من الاسباب نعم. الأخرى. تصديق الاكاذيب الشيطانيه ايوه نعم فهل في اسباب اخرى نحب نستكملها في الحلقه دي اعتقد في سببين تاني أي؟ العلاقات العاطفيه قبل الزواج سواء للرجل او للمراه بتبقى فخ يسهل الوقوع فيه بعد الزواج كثره العلاقات العاطفيه بتخلي للرجل او المراه وقوعه سهل وده بنشوفه يعني ليه النهاردة خيانة كتير لانه سواء هو او هي كان ليه علاقات كتير قبل كده اي معاها كمان اضيف انه, إنه لو كان حصل في فترة الخطوبة اي علاقة جسدية بين الاتنين اي وده للأسف بيحصل احيانا او فزي لوح زجاج شرختية بيفضل الاثنين فاقدين الثقه في بعض انا بحس ان لان دي كانت اوضاع مش مظبوطه قبل الزواج سواء في النواحي العاطفيه والسقوط في الناحيه الجنسيه ده هي او في وقت الخطوبه فده نوع خلاص بيبقى مش مشبع عاطفيا كويس بعد الزواج ومش لاقي اللي هو تعود عليه قبل كده هو ودي بتبقى الحقيقه كمان فيها يعني قضاء من الله انت ما كنتش امين قبل الزواج فحتى بعد الزواج هو مش قادر يشبع عاطفيا تاني هتكلم عن كل واحده من دول على حده أيوة. العاطفه طاقه هائله اعطاها الله لنا أي. وبصفه خاصه للفتاه علي ان تحتفظ بهذه الطاقه مثل ناردين نوع من الروائح العطريه الفاخره اللي يحتفظ بيه في قاروره في زجاجه رخاميه الى ان ياتي الشخص اللي ربنا مرتبه اللي هترتبط بيه بقيه حياتها وتبتدي تقدم له هذه الطاقه العاطفه طاقه هائله لكن اذا الشابه اذا الفتاه فضلت توزع من عواطفها قبل الزواج لما بتدخل في الحياه الزوجيه مش قادره تقدم للزوج أي. ومش قادرة تشبع هي من الزوج وبالتالي بتبحث عن من يشبعها وممكن يكون اللي بيشبعها غير زوجها أيوة ده هنا و... احنا بنتكلم يعني دلوقتي كمان عن الخيانة من ناحية الزوجة أنا قبل ما أوصل انها خيانة جسدية انا بتكلم عن انها عاطفيا كانت قبل الارتباط بتقدم عواطفها بكثرة لأشخاص متكررين أي. فبتكون نتيجة ان ده بيسهل بعد الزواج انه اي شخص ممكن بيتودد ليها او بيلاطفها بتجري وراه بتتعلق بيه ده بالنسبة للعاطفة أيوة كمان الرجل نفس الامر على الرجل انه يحتفظ بمشاعره وعواطفه لوقت الارتباط بشريكة حياته أي. ذات الامر اقوله اتفضلي اه كنت هتقول سببتين. سبب تاني سبب تاني الطاقه الجنسيه طاقة هائلة إما تبني أو تهدم يمكن أن تستخدم للبنيان وإثراء العلاقة الزوجية ومزيد من الالتحام الجميل بين الزوجين والعطاء في أفضل صور كل منهما للآخر أو ممكن للأسف الشديد هذه الطاقة الجنسية تهدر اما قبل الزواج او اثناء الزواج ومما يساعد على هذا الفخ النقطه اللي قلناها لو كان بين الطرفين دول في فتره الخطوبه وقبل الزواج علاقه جسديه أوه. هذه العلاقه الجسديه كسرت جمال العلاقه المفروض يحتفظ بها عند الزواج أي وقللت كتير من الجاذبيه قللت كتير من الاستمتاع بالعلاقه اثناء الزواج. بشبهها زي ما قلت بلوح زجاج اتشرخ. يسهل جدا بعد كده انه يتكسر. أو. وللاسف ده بيحدث بكثره الان انه اتنين قبل الزواج يكونوا آآ آآ تكونت بينهم العلاقه فتره الخطوبه. بيمارسوا العلاقه الجنسيه مع بعض. بعد كده سهل قوي ان اي منهما ها؟ أيوة. يمارسها مع شخص آخر بعدين. كل ده سببه الخروج عن الترتيب الإلهي. ومتهيألي دي هتديهم عدم أمان وعدم ثقة كل واحد فيهم في الآخر بالزبط. بعد الزواج. بالظبط بالظبط. يعني هو كأنه جواه بيقول إذا كانت هي قدمت جسمها ليا أنا قبل ما نكون زوجين رسمي. يبقى بالتالي مين يضمن؟ ما ممكن تقدم جسد لحد تاني، ونفس الوضع نفس الوضع أيوة. انه هي هتقول عنه كده، ما هو عمل كده يبقى اذا ده كان ممكن ممكن يكرر نفس الموضوع. واعتقد المصيبة مادم أكبر لو هي لو العلاقة دي انتهت في وقت الخطوبة. يعني لو الخطوبة اتفكت وما استمرتش انفقت. إلى الزواج هتبقى المصيبة أكتر. طاقة الأمل الوحيدة المفتوحة أنه يكون حصل توبة من كلاهما. هما الاتنين كل واحد فيهم تاب وادرك ان ده شر الحقيقة دي نقطة مهمة قوي للشبان او الشابات ان اي علاقة جنسية قبل الزواج حتى لو الاتنين مخطوبين ده شر مش هنخفف منه واذا ما حصلش عنه توبة واعتراف قدام الله ان ده خطية وشر يحتاج يستحق القصاص وبنطلب الشخص يروح لله ويقول له انا بطلب غفرانك يا رب مش هتتصلح الامور وهيفضل الموضوع انه الواحد بيبص الموضوع ده انه حاجه عاديه مما يسهل سقوطه بعدين لكن انا بحب اقف عند المسميات الصحيحه مش ادينا اتخطبنا هنبقى لبعض كمان كام شهر فمفيش مانع من ممارسه العلاقه ده شر العلاقه تبدا من الزواج يصير الاثنان جسدا واحدا من وقت الزواج طيب انت كنت بدات توضح لنا او تلمح لنا عن ممكن تكون الخيانه من ناحيه الزوجه اه واحنا عاوزين في الحلقه دي برضو ناخد بالتفصيل هل ممكن ان الزوجه تخون وايه اسباب خيانه الزوجه للاسف الشديد بيحدث دلوقتي في ايامنا مع ان ده ما كانش زمان زمان كان اكتر خيانه الرجال لكن دلوقتي كمان بقي في خيانه النساء أه ليه اول حاجه الشهوه برضه الشهوه زي ما قلنا في خيانه الرجال نفس الامر في المراه على راس الاسباب كلها الشهوه الشهوه اللي لم يحكم عليها واطلق العنان ليها اذا المراه ما تعلمتش انها تضبط كل رغبه ملحه جواها طبعا ده غلط آه بيساعد على كده أيوه. إبليس بقى بيحط فخاخ واحد إن المرأة مش مشبعة عاطفيا من جزء اثنين أيوة. إنها مش مشبعة جسديا من جزء ثلاثة آه غياب الزوج المتكرر خارج البيت ودي أسباب آه منطقية صح مش بيشبعني عاطفيا أنا عايزة عايزة أشبع أكتر أو مش بيشبعني جنسيا أيوه. ف انا ببحث عن اشباع طبعا ده غلط ايوه او الحاجه الثالثه بيغيب كتير الاسباب دي كلها اسباب وهي اعذار لا قيمه لها هرجع تاني وأقول في عهد اتخذ امام الله وده من عندها هي هي بتقول الكلام ده و... لا وقد يكون صحيح وقد يكون صحيح يعني طبعا يعني قد يكون اعذار وقد يكون صحيح ايوه ما في ازواج فعلا واعين في الغلط ده ان هم لا بيشبعوا عاطفيا ولا بيشبعوا جسديا زوجاتهم وربما طبيعه ظروفهم ان هم بيغيبوا كمان كتير لكن هل هذا يعطي عذر يعطي تصريح للزوجه انها تبحث عن رجل اخر في حياتها طبعا لا طبعا لا اضيف ايوه لما الزوجه بتبتدي تخلي الباب موارب اه لعاطفتها تتجه لشخص اخر عادة بيبقى زميل سكرتير بتبتدي انها تحكي له عن مشاكلها بيبتدي هو يعني يتعاطف معاها ويظهر المودة والعطف وبعدين يشعرها ان انت عايشة مع الراجل ده ازاي طب وعلى ايه بتبتدي هي تلقي بكل مشاعرها عنده ويبتدي هو يستقبل طبعا it will end with علاقة جسدية هي نقطة ضعفها المرأة كمان عاطفت. آه عاطفتها وإنها سهل إنها أي كلمة جاية من شخص آخر بيبدي أو بيتكلم على جمالها أو رقتها أو ملاحظات على شعرها أو لبسها هي بتكون ضعيفة قدام الحاجات ده هي فسهل قوي إنها تقع في علاقة محبة ثم تتدرج للخيانة مع آه الشخص الغريب آه بالظبط وأضيف لما تجد هي الشخص اللي بيرثي ليها اللي بي بيشبع فيها الرثاء للنفس المرأة المحرومة من عطاء زوجها في كافة المستويات يبقى عندها رثاء للنفس فلم تجد واحد فهمها أي. لا أنت مسكينة أنت عايشة زي مع الرجل ده وفعلا الشيطان وبيتلاعب بيبقى... بمشاعرها فبسهولة أنها بتجري وراه والشيطان بيبقى مجهز لها فخ يعني ممكن تكون في اليوم ده شدت مع جوزها أو هو أهملها أو كل واحدة من الأسباب اللي أنت قلتهم دلوقتي وبعدين تطلع بره تلاقي العكس على طول، م. تلاقي كلمات رقيقة أو كلمات حلوة تشبع العاطفة اللي عندها فتبقى عاوز أقول كأنها يعني وقعت في مصيدة مصيدة بالظبط كمان خطر تاني إيه لما المرأة الزوجة بتعجب قوي بشخصية ممكن تكون الشخصية دي إنجازات شخصية من الرجال أيوة ممكن تكون شخصية دايما نجم في مجال العمل في مجال الكلية في مجال الدراسة متميز قوي فيري سمارت الذكاء بتاعه حد بيحقق نجاح في كل المستويات طبعا ده خطير جدا لأنه المرأة تتطلع دائما لرجل ناجح ده في حنين جواها لكده رجل عظيم تحب الانتماء إليه ناجح وقوي وقوي ف... تحب انها تكون تحت جناحية أي. فاذا ده تزامن معاه إن هي مش شايفة ده في زوجها هتبقى يبقى الفخ منصوب سهلة الوقوع كمان أقول من الخطوات اللي بتمهد لحدوث خيانة من ناحية الزوجة إنها تقبل أنها تنفرد فترات طويلة ل, ل... مرات متعدده مع شخص بالذات شخص واحد سواء في نطاق العمل يوصلها يوصلها على طول يوصلها بالليل يطلع معاها يقعدوا ياخدوا حاجه يشربوا حاجه ياكلوا حاجه تقبل انه يجي البيت في غياب الزوج الحقيقه دي كلها البعض بياخدها بنوع من يعني إحنا خلاص إحنا انفتحنا إحنا في الغرب النهاردة أو إذا كان المشاهدين في الغرب أو لو في الشرق إحنا عايزين يعني نتحرك